هذا وقد ثمن عدد من المسؤولين مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك المعظم خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب. أشاد المسؤولون بما عكسه الخطاب السامي من حرص على تعزيز الهوية الوطنية بما يواكب متطلبات مراحل العمل الوطني. هذه محطة من محطات جات ملك الإصلاحية في دعم نهضة الديمقراطية اللي تعيشها مملكة البحرين. وفي الحقيقة يعني نتوقع من هذه الجلسة دفعة جديدة من أجل التنمية، من أجل قراءة يعني حصيفة كما علمنا جات الملك، نظرة حصيفة حكيمة لكل ما يدور حولنا من أحداث ومتغيرات دولية. شرفنا حضور سيدي صاحب الجلالة وسمعنا للكلمة السامية من سيدي حضرة صاحب الجلالة اللي كانت كلمة شاملة بكل أمانة وكل ما تعنيه من كلمة، قط الكثير من الجوانب، ويمكن من أهم هذه الجوانب هي الهوية الوطنية اللي فعلا احنا في البحرين لله الحمد الله نعم علينا ان هويتنا لها معزة ولها مساحة كبيرة عند كل مواطن بحريني، ولكن سيدي صاحب الجلالة وضع برنامج متكامل وكلمته كانت واضحة جدا، وجه كل القطاعات الحكومية سواء كانت الخدمة المدنية أو القطاعات الأخرى العمل على هذه الهوية وتعزيز الهوية الوطنية بشكل متكامل. استمعنا للخطاب الملكي السامي وهو دائما يكون لنا رؤية استشرافية لمستقبل هذا الوطن وخطة عملية تطبق في بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للوصول إلى توافقات تخدم هذا الوطن وتخدم المواطنين، وهذا دائما النهج الذي نلتزم به تحت قيادة جلالة الملك المعظم، ونأمل بإذن الله أن يكون هذا الدور دور خير على جميع المواطنين إن شاء الله. كلمة سيد جلالة الملك كانت فيها النظرة الاستشرافية للمستقبل، يعني كل المضامين اللي تضمنتها كلها محاور مهمة. أنا بتكلم عن الهوية الوطنية والإيعاز بالدراسة والتثبيت هذه الهوية الوطنية لتكون مستقبل في متطلبات التقدم ومواكبة العلم والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على هذه الهوية الوطنية.